أستاذ خلود، النقطة الثانية اللي أنا لاحظت أنه كثير من الخبراء وكثير من الصحفيين ما تناولوهاش بالشكل الكافي، وهي في هذا القانون أيضا البنك المركزي لا يمكنه توقيع اتفاقيات مع هيئات رقابية أجنبية دون موافقة رئيس الجمهورية. كيف يمكن أن يؤثر هذا القرار على سياسات البنك المركزي وعلاقته مع المؤسسات المالية الدولية؟ بما أنه بنك غير مستقل، فبالتالي البنوك الغير مستقلة اللي ما تحافظش على استقلاليتها عادي برشا أنها يصير تدخلات خارجية، تدخلات من سلطة العليا، واللي راه هو الأنسب والقرارات السياسية وسيادة الدولة هو اللي بشي تمشي. يعني حتى البنك المركزي سيتم التدخل، يعني البنك المركزي كان الوحيد المسؤول عليه هو محافظ، كان بنك مركزي مستقل، محافظ البنك المركزي ومجلس أعضائه هما اللي حدوا السياسة النقدية. توا السياسة النقدية والمواصلات مع المنحين الدوليين تتعدى على رئيس الدولة. استقلالية، نحن ضد الاستقلالية. نعم، هو أستاذ خلود استقلالية. نعم. وعلى فكرة فما ناس في 2016 من دون ذكرهم، وانا ما نعتبرهمش خبراء اقتصاديين خاطر عاملين كوميرس انترناسيونال، الاقتصاد يتنوع راهم دولي. نعم. الاقتصاد فيه ليستوار وفيه ليثيوري وفيه ليزيكال، فما ناس كانت ضد استقلالية البنك المركزي. تجربة الاستقلالية متاع البنك المركزي كما تجربة تكون ناجحة كما تجربة تكون ناجحة. شوفوا مثلا تركيا، استقلالية البنك المركزي، أصبح البنك المركزي التركي بنك مستقل. سيبري العملة التركية في انخفاض، قاعدة تنخفض، لكن شافوها على المدى الطويل هي في تمشي إيجابي. فما ناس في 2016 اقتفاء الاستقلالية رفضوا وهبطوا بيانات وتكلموا وحكاوا، حبهم اليوم في ظل هالأزمة الاقتصادية شنو موقفهم في تدخل البنك المركزي وتمويله المباشر والبنك المركزي ألغى استقلاليته نهائيا. حتى يقبن عليه سيبري ما هوش كان بنك مستقل، لكن ما كانش يتدخل فيه وما صارش تمويلات مباشرة للبنك المركزي لميزانية الدولة. هو ان شاء الله انا عرفتك من تقصدين، وهم يعني ان شاء الله سنقوم بحلقه معها وباذن الله نتناول هذه النقطه بالتفصيل. يعني فما هي حلقه صارت هي، وشخص كنت بجنبه، وانا ديجا كنت نحكي بالطريقه العلميه، نحكي على العلم، نحكي شنو هو يحكي العلم وشنو تحكي للثيوري، شنو تحكي تسبب لي انا في الوقت الحالي في الوقت الراهن نرى روحي اني نعيش في أزمة اقتصادية، ونرى اللي البنك المركزي كان باش نقولهم انا رب ذرة نافعة، راهو كان حافظ على استقلاليته اقل شيء باش نمنع جيل وجيل وجيل. انا اليوم اللي باش يصير توا من عدم استقلالية البنك المركزي وتمويل بطريقة مباشرة وتمويل البنوك المحلية، هذه باش يقمع نهائيا الطبقة الوسطى والطبقة المهمشة، يزيد يفقد